قديش حلو بنات انه حملنا ذكريات كثير حلوه من المغرب من الاردن من الامارات، وهلا رح نحمل ذكريات جديده وتغيير جديد من مسقط هالبلد الجميل. عن جد يا ليت شيماء والله كانت معنا، رح نفقدها كثير، بس خساره عندها شغل في الدوحه وما قدرت تلحقنا. اليوم اول شخصيه رح نقابلها قريبه لقلبي كثير، شغلها كثير 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 بيعني شكله في الراديو. والله شوفوا انتم عرفتوا ربع الحل، مش الحل كله، بدكم تعرفوا الحل كله، تعالوا نروح نقابلها. يلا يا ليت. Merge 104.8, a fantastic track there from Kygo with Stole the Show. We're continuing with great music here. My name is Ramitha, and on the way, got great music as well as interesting guests who are going to be joining me in the studio. And speaking about the guests, they are right here. So we will be setting them up as you enjoy another great track here from Coldplay. Stay tuned. ونقول اهلا وسهلا بضيوفنا الاعزاء. بنرحب فيك اكيد ولكل المستمعين عم يسمعونا. شرفتونا في مسقط، فخبرونا عن برنامج يوميات ماجي بالضبط. هو برنامج يروح يشوف الحريم اللي سووا فرق في مجتمعاتهم. حنين واقفه برا، ما بعرف ليش هي واقفه برا. تعالي حنين. حنين تعالي. واخيرا طبعا السلام عليكم، كيف حالكم مستمعينا؟ بس لازم نتعرف على رميثة. بنتعرف صح؟ أكيد. فاصل غنائي وراجعين لكم. أوكي. أيوه أنا أسف. بداياتي في الإعلام بدت بطريقة غريبة، عن طريق لعبة كرة القدم. صديقتي عزيزة كانت معي في أول الرحلات وأول البدايات. يعني إحنا كنا أربعة بنات نعمل تحليل للمباريات والدوريات العالمية في ذيك الفترة، وبسبب الانتقادات كنسلوا البرنامج بشكل عام. يعني كامل هو كان دافع بالنسبة لي. بعد 8 سنوات المجتمع يتقبل بسهولة موضوع أن البنت تحلل وتتكلم كرة القدم وحتى تلعب كرة القدم. أو شو تركتي بصمة؟ أنا بعرف أنه عندك أبليكيشن. فهي تطبيق عن التبرع بالدم. الحين جيل الشباب وكل واحد عنده تليفونه وينزل الاب بسهوله يحصل كل المعلومات. بس ليش اخترتي التبرع بالدم؟ انا هذا السؤال يعني فعلا شبه يومي بذكر على الهواء ان الفئه الفلانيه من دم اي بلس مثلا محتاجين المستشفى الجامعي سلطان قابوس مثلا. يتكرر هالسيناريو اكثر من مره، فتحسي انه محتاجين المجتمع محتاجينه، والهدف ان نجيب بنك الدم. يعني الاماكن الرئيسيه والمراكز لجمع الدم بشكل عام يستعملوها. واكبر مثال يعني عزيزه تبرعت 19 مره. بالنسبه لي انا عشق التسلق الجبال. انا رحت القطب الجنوبي، صعد جبل كليمنجارو وجبل دمافاند في إيران. فبوديكم مكان شو راح نسلق جبل العمان؟ لا لا لا، يعني هو ممشى بسيط في مسقط اللي أتريض فيه، فلازم تشوفه. يلا يلا يلا. يا جماعة أنا قررت أسكن بمسقط. هالمنظر تقريبا يوميا انا اجي بس على اساس اني استنشق هواء عمان ومدى فخري لعمان. يعني شو اسم هاي المنطقه؟ راس الحمراء. اسمعوا انا رح اوديكم هلا مكان ثاني. ايه؟ اعرفكم على شخصيه ثانيه. يلا فالحقوني. يلا. المره انا المرشد السياحي تبعكم بعمان. تفضلوا. تركنا الجبل، رميثة رجعت لعن شغلها، واحنا هلا متوجهين لنشوف امل الرئيسي. هاي، وين اسمك أمل؟ شو الفيتامين أفي من اسم مدام؟ أوكي، بما أنها مش موجودة شو هناخد؟ أنا بأطالع صراحة الأشياء حلوة ما شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. أهلاً، مساء النور، كيفك؟ شو أخبارك؟ طبعا جبت سفيرات ماجي معانا اليوم. شو اخبارك حبيبتي سميه؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. حنين كيف الحال؟ شو اخباركم؟ شرفتونا. طبعا كل كولكشن في قصه وراه. بالنسبه لهالمجموعه اللي هي مجموعه الشتاء، مستوحين القصه من حرفه صناعه الابواب العمانيه. القطع كلها ميد ان عمان. ان شاء الله خلال اقل من سنتين في شوارع باريس، في شوارع لندن، بنشوف براند عماني. اليوم واحنا في شهر اوغست انا اول عمانيه عملوا فيتشر عليها في مجله فوغ بريتش. مجله كثير كبيره. ان شاء الله الجاي اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقك. شوفوا في هون كثير محلات ممكن انه نستلهم منها افكارنا، يعني نلاقي هذا الربط بين امل وبين رميثة. في هنا محل تبع اقمشه، يا عيني اقمشه عمانيه وحركات ترام. هذا شو ممكن يذكركم؟
أحمر. لون أحمر. تبرع بالدم. أمل وأقمشة وتصميم وأزياء. والله معقولة معقولة. ممكن. بعتقد إنه أمل هي مفتاح الحل. مساء الخير. هلا. احنا جايينك طبعا عرفنا رميثة اعلاميه بمجالها ان هي يعني تطور ابلكيشن او تطبيق تجمع فيه كل الفعاليات كل ما يختص بالتبرع بالدم فاحنا حبينا ان احنا يعني كمان نساعدها على نشر هاي الفكره ويصير في توعيه اكثر مع الناس على الابلكيشن الناس اللي مش عارف ممكن نشتغل على انه نصمم قطعه تدعم مشروعها نروج للقطعه هذه اي اساس ان تروج الابلكيشن وتعرف الناس ممكن نخليه للاطفال بما انه الاطفال هم اكثر ناس محتاجين لل طبعا وهذا مستقبلهم يعني كان تصميم ومعرض يعطيك العافيه باي الله يسلمك سوسن ايش رايك نسوي اكله صحيه متوازنه مفيده ولذيذه صالونه السمك مع تمر هندي شو رايك نحطهم بالتطبيق الخاص برميثة تبع تبرع بالدم بالاضافه للوصفات اللي احنا عملناها النصايح اللي كيف الواحد بيقدر قبل ما يتبرع بالدم وبعد ما يتبرع بالدم حلو اخترنا هيك الثيم يكون معبر كثير عن كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء لانه هيك مكون رئيسي بدمنا وبجسمنا فحاولنا انه هيك نختار الوان ابيض واحمر هلا هلا هاي هاي تعالي حبيبي اهلا وسهلا ننتظرك يلا اوكي معنا اصدقاء وضيوف ساعدونا كثير شنو عندك امل أول شيء نحن كثير فخورين فيكي، احنا بدنا تطبيقك يكون مش مجرد تطبيق يتحول للايف ستايل الناس تقدر انها تستخدمه، فضفنا بعض النصائح للناس انها قبل ما تروح التبرع بالدم وبعد ما تروح شو تعمل، وضفنا كمان مش بس هيك وصفات صحية فيهم يستخدموها وسهل كثير، المفاجأة الأكبر أمل رئيسي هي مصممة أولاً رميثة أنا كثير أحييكي على الفكرة، صممت لك لبستين للأطفال، كونسبت التبرع بالدم بغينا نوضحه في الديتيلز فاستخدمنا أشياء على أساس إنه تبين كأنها دروب وكذا. دائما بينذكر الموضوع في أي معرض في أي مجلة بينذكر إن هالديزاين تسوى لهالموقع فبيتم فيه دائما توعية والناس بتسأل وبتعرف عن هالموضوع. حبيبتي والله. فخطوة يعني إن شاء الله. Good luck والله يوفقك أكيد ونحن رح نكون معاكي من الطرف الآخر. Big hug. Group hug. Group hug. يلا.